الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى: فصل في الكلام على توحيد الأسماء والصفات وقواعده وتفاصيله. والأصل في أسمائه وصفاته توقيفها في قول أهل السنة، فعليك إثبات لها إن جاء في إثباتها نص صحيح البنية من دون تحريف ولا تعطيل أو تكييف أو تمثيلها بخليقة، واحذر من الإلحاد فيها إنه جرم عظيم في نصوص الشرعة، واحمل نصوص الشرع في إثباتها جزما على التحقيق حمل حقيقة، واعمل بظاهرها ولا تعدوه إن رمت الهدى من دون أي قرينة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد وصلنا في شرح هذه الألفية المباركة إلى باب الكلام على توحيد الأسماء والصفات وما يتعلق به من القواعد والتفاصيل. وقد بنى المصنف رحمه الله تعالى الكلام في هذا الباب على جمل من القواعد والأصول، واستهلها بالأصل الأول والقاعدة الأولى والتي يرجع إليها كل تفاصيل هذا الباب. فقال عفى الله عنه: والأصل، أي القاعدة المستمرة عند أهل السنة والجماعة، قوله في أسمائه وصفاته توقيفها في قول أهل السنة. هذه من أعظم القواعد التي ينبغي أن نقف عندها طويلا، وهي أن الأصل فيما يثبت لله عز وجل أو ينفى عنه من الأسماء والصفات إنما هو توقيفي على النص. فلا نثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات إلا ما أثبته له في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. وكذلك أيضا لا ننفي عن الله عز وجل إلا ما نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. فإذا مبنى الإثبات أو النفي في هذا الباب إنما هو مبني على التوقيف، وإذا قلنا مبني على التوقيف يعني مبني على دلالة الوحي. فما دل عليه الكتاب والسنة من الأسماء والصفات إثباتا أثبتنا أو نفيا نفينا، وما لم يأتي دليل بخصوصه في إثبات اسم أو صفة أو نفي اسم أو صفة فلا حق لأحد أن يثبته أو ينفيه. فمبنى الإثبات والنفي إنما هو التوقيف على الدليل. فإن قلت: ولماذا جعلت هذا الباب إثباتا ونفيا توقيفيا؟ فأقول: لأنه من الأبواب الغيبية، والمتقرر في قواعد أهل السنة أن ما كان غيبيا فإنه يكون توقيفيا، ما كان غيبيا فإنه يكون توقيفيا، لأن مسائل الغيب ليست خاضعة لمدركات الحس ولا لمدركات العقول، وإنما هي خاضعة لإثبات النص. فما أثبته النص من هذا الأمر الغيبي أثبتناه، وما نفاه النص من هذا الأمر الغيبي نفيناه، وما لم يأتي الدليل بنفيه ولا إثباته فلا حق لأحد أن يثبته أو ينفيه. ثم قال الناظم مؤكدا ذلك: فعليك إثبات لها، أي للأسماء والصفات، قوله إن جاء في إثباتها نص صحيح البنية. فما وردت النصوص بإثباته فإننا نثبته كما أثبته النص. وقوله صحيح البنية لأن إثباتها حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فقوله صحيح البنية أي صحيح السند والمتن، أي صحيح السند والمتن. فكل نص صح سنده ومتنه فإننا نصفه بأنه صحيح البنية. وبناء على ذلك، فما ورد من الأحاديث الضعيفة تثبت شيئا من صفات الله أو أسمائه فإنه لا يجوز أن نجعلها محلا لإثبات شيء من ذلك. فمبنى الإثبات أو النفي في هذا الباب الغيبي إنما هو ما صح به النص. ثم هذا الإثبات تحيط به خمسة محاذير حذرك المصنف منها
في البيتين في الأبيات الثلاث في الأبيات الثلاثة القادمة. أول محذور من هذه المحذورات بينه لك بقوله من دون تحريف، يعني إذا أثبت شيئا مما أثبته الوحي فإنه لا بد وأن يكون إثباتا بلا تحريف. فإن قلت وما التحريف لغة، فأقول الجواب التحريف في اللغة هو التغيير، هو التغيير. فإن قلت وما التحريف اصطلاحا، فأقول هو تغيير النص لفظا أو معنى. التحريف لغة هو التغيير، وأما في الاصطلاح فهو تغيير النص لفظا أو معنى. وقد قسم العلماء التحريف إلى قسمين، إلى تحريف لفظي وإلى تحريف معنوي، إلى تحريف لفظي وإلى تحريف معنوي. وقسموا التحريف اللفظي إلى قسمين، تحريف لفظي يتغير معه المعنى، وتحريف لفظي لا يتغير معه المعنى. فإذا صارت أقسام التحريف العامة قسمين، تحريف لفظي وتحريف معنوي. ثم جئنا إلى التحريف اللفظي وقسمناه إلى قسمين، إلى تحريف لفظي يتغير معه المعنى، وإلى تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى. أما التحريف اللفظي الذي يتغير معه المعنى فيمثل لها العلماء بمثالين. المثال الأول بالنون التي أضافتها اليهود إلى وحي الله في قوله وقولوا حطة فقالوا حنطة، فهذا تحريف لفظي، يعني انصب التغيير إلى تغيير ظاهر اللفظ، ومع تغيير ظاهر اللفظ تغير معه المعنى، لأن معنى قوله حطة يعني حط عنا ذنوبنا واغفر لنا، وأما قوله حنطة فهذا يراد به الحب المأكول، وإنما حمل اليهود على ذلك الاستهزاء بشرائع الله عز وجل ووحيه وكلامه. والمثال الثاني لام الجهمية التي زادوها في كتاب الله عز وجل في قوله الرحمن على العرش استوى، فزادوا قبل الألف المقصورة لاما فصارت استولى، فهنا غيروا اللفظ وتغير مع تغييره المعنى. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نون اليهود أي في حنطة ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. فإذا هذا تغيير لفظي تغير معه المعنى وهو حرام، ويصل بصاحبه إن تعمده إلى الكفر، لأن العلماء مجمعون أن من أنقص حرفا متواترا من كتاب الله أو زاد حرفا في كتاب الله عز وجل متعمدا عالما فإنه يعتبر كافرا خالعا ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. وأما النوع الثاني فهو تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، وذلك يكون بتغيير الحركات، كقول القائل الحمد لله رب العالمين مع أن أصلها الحمد، فهنا حرف اللفظ ولكنه لم يتغير معه المعنى. أنتم معي في هذا ولا لا؟ طيب، ثم ننتقل بعد ذلك إلى التحريف الثاني وهو الأوسع من التحريف الأول، وهو البحر الذي لا ساحل له، وهو أن يأتي المحرف ويبقي اللفظ على ظاهره حركات وحروفا ولا يغير منه شيئا لا قنطيرا ولا قطميرا، ولكنه يأتي إلى معناه ويسلب الدلالة الصحيحة ويقحم يعني مكانها دلالة باطلة، فهذا هو التحريف. إذن هو سلب اللفظ دلالته الصحيحة فعطله، ثم أقحم دلالة فاسدة فحرف. فإذا التعطيل هو إخلاء اللفظ عن معناه الصحيح، والتحريف هو إقحام دلالة أجنبية عن اللفظ، كما جاء الأشاعرة في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، فأبقوا لفظ اليدين على ما هو عليه في الوحي، لكنهم قالوا لا يراد به اليد حقيقة وإنما يراد به النعمة والقدرة. وكقولهم في قول الله عز وجل ينزل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، قالوا ليس الله هو الذي ينزل، وإنما الذي ينزل ملك من ملائكته أو تنزل رحمته أو ينزل أمره. وفي قول الله عز وجل وجاء ربك أي جاء ملك أو جاء أمر أو جاء رحمة،
وفي قول الله عز وجل إلا أن يأتيهم الله، أن الله لا يأتي، وإنما الذي يأتي ملكه أو رحمته أو أمره. فأنت ترى أن المحرف هنا أبقى اللفظ على ظاهره ولم يغير منه شيئا، وإنما سلب الدلالة الصحيحة وأقحم مكانها الدلالة الباطلة. وهذا في الوحي أكثر وقوعا من التحريف الأول، لأن التحريف الأول يكشفه من يحفظ كتاب الله عز وجل. ولذلك ربما تقول للعامي آية تضيف فيها حرفا فيقول ليست هكذا، فاكتشافه سهل ويسير ولا يحتاج إلى متخصص أو راسخ في العلم حتى يكتشفه، أليس كذلك؟ الجواب بلى. وأما البحر الذي لا ساحل له والشبهة التي تفتقر إلى جهود العلماء، إنما هي التحريف الثاني وهي التحريف المعنوي، وهو الذي يحتاج منا إلى أن ننبري إلى كشفه وإلى رده وإلى تحذير المسلمين منه. وقد بينا جملا من القواعد في دروس متعددة كيفية الرد على المحرفين، التحريف اللغوي والتحريف المعنوي، وكلا التحريفين محرم بإجماع أهل السنة والجماعة، وقد يصل بصاحبه إلى الكفر، كما قال الله عز وجل يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فيدخل في قوله يحرفون التحريف اللفظي والتحريف اللفظي والتحريف المعنوي. فهذا نص صريح في تحريم هذا التحريف. هذه هي الحفرة الأولى. فإذا أردت أن تثبت شيئا من أسماء الله وصفاته فأثبته، لكن متوقيا حفرا من أوائلها حفرة التحريف. فنحن نثبت لله الأسماء بلا تحريف، ونثبت لله الصفات بلا تحريف. فنثبت وجه الله على ما ورد في الأدلة بلا تحريف، ونثبت عين الله على ما وردت به الأدلة بلا تحريف، ونثبت استواء الله وأصابع الله ورجل الله ويد الله ويد الله عز وجل على ما وردت به الأدلة بلا تحريف. فإذا سلم الله قدمك من الانزلاق في هذه الحفرة فاحذر، فأمامك حفرة أخرى من الحفر، وهي التي قال فيها الناظم ولا تعطيل، وهي حفرة التعطيل. والتعطيل لغة هو التفريغ والإخلاء، فكل شيء فرغته مما فيه فقد عطلته. فمثلا هذا المال في جيبي، إذا أفرغت جيبي من المال فقد عطلت جيبي. فالتعطيل هو التفريغ والإخلاء، ومنه قول الله عز وجل وبئر معطلة، أي لم يعد يردها أحد من أهل القرية. لماذا؟ لأنهم عذبوا عذاب استئصال. وبئر معطلة وقصر مشيد، فالقصر ليس له ساكن والبئر ليس لها وارد. فإذا القصور عطلت والبئر عطلت، أي فرغت وأخليت من سكانها والواردين إليها. وأما في الإصطلاح فالتعطيل مبناه على الإنكار، إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات إنكارا كليا أو جزئيا. التعطيل في اصطلاح أهل السنة هو إنكار ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات إنكارا كليا أو جزئيا. فإذا التعطيل مبناه على الإنكار، والتحريف مبناه على إثبات المعنى الجديد، أليس كذلك؟ فإذا التحريف أغلظ من التعطيل، لأن التعطيل إنما هو درجة يعقبها التحريف، فلا تحريف إلا بتعطيل، ولكن قد يكون التعطيل بلا تحريف، كأن يقول الإنسان في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان أنا لا أثبت لله اليدين ويسكت، هل هذا تحريف أو تعطيل؟ هذا تعطيل. ولكن لو قال ليس لله يدين، ليس لله يداني، ولكن المقصود باليدين النعمة والقدرة، هذا تعطيل معقوب بماذا؟ بتحريف. إذن يصح لنا أن نقول كل تحريف فهو تعطيل، ولكن ليس كل تعطيل تحريفا، كذا ولا لا؟ فإذن هما درجتان، أول الدرجات التي يصعدها المحرف هي درجة التعطيل، إذ لابد أن يخلي اللفظ من معناه الصحيح، ثم بعد ذلك يقحم دلالة باطلة. فتفريغ اللفظ من معناه الصحيح هو الذي يسميه أهل السنة تعطيلا، ثم إقحام المعنى الجديد الغريب على اللفظ هو الذي يسميه أهل السنة تحريفا. فإذا التحريف أغلظ من ماذا؟
من التعطيل وكلاهما محرم وقد يصل بصاحبهما إلى الكفر. فإن قلت وما أقسام التعطيل؟ فالجواب أقسامه تعرف من تعريفه، قال تعطيل كلي أو جزئي. فإذا أقسام التعطيل ينقسم إلى قسمين، التعطيل ينقسم إلى قسمين، إلى تعطيل كلي وإلى تعطيل جزئي. أما التعطيل الكلي فمثاله تعطيل الجهمية الذين عطلوا الله عز وجل عن كل أسمائه وجميع صفاته، فلا يجيزون أن يثبت لله عز وجل لاسم ولا صفة، وجميع ما أطلق على الله من الأسماء والصفات في الكتاب أو صحيح السنة فهؤلاء الأبالسة يعتقدون أنه إطلاق مجازي لا إطلاق وليس إطلاقا حقيقيا. فإن قلت وما مثال التعطيل الجزئي؟ أقول كتعطيل المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم، فإن المعتزلة يثبتون لله الأسماء ولكن ينكرون الصفات فهذا تعطيل جزئي، والأشاعرة يثبتون لله عز وجل الأسماء كلها ولا يثبتون من الصفات إلا الصفات السبع فقط فهذا تعطيل جزئي. وزاد الماتريدية أيضا بعض الصفات على الأشاعرة، فإذا هما تعطيلان، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. فإن قلت وما حكم التعطيل؟ أقول حرام بإجماع أهل السنة والجماعة، لأن مبناه على الجحود والتكذيب والإنكار لشيء أثبتته الأدلة وأخبر به النص الصحيح الصريح، وقد يصل بصاحبه إلى الكفر إذا كان إنكاره ليس مبنيا على شبهة أو تأويل. فإذا كان يا دكتور هارون، إذا كان إنكار من أنكر ليس مبنيا على شبهة أو تأويل فإن إنكاره يوصله إلى رتبة الكفر والخروج من الملة بالكلية والعياذ بالله. فإذا سلم الله قدمك أيها السني من الحفرة الثانية فانتبه، فإن أمامك أيضا حفرة ثالثة وهي التي قال فيها الناظم قال أو تكييف، وهي حفرة التكييف. فإن قلت وما معنى التكييف؟ فأقول هو حكاية كيفية الصفة، هو حكاية كيفية الصفة، كأن يقول الإنسان وجه الله كيفيته كذا وكذا، أو عين الله كيفيتها كذا وكذا، أو يد الله كيفيتها كذا وكذا. فكل من حكى صفة شيء فقد كيفه، كل من حكى صفة شيء فقد كيفه، فهذا محرم في حق صفات الله عز وجل. فالواجب علينا أن نثبت صفات الله عز وجل إثبات حقيقة ولكن من غير تكييف لها، فلا حق لك أن تسمح للسانك أو عقلك أن يتخوض في شيء من هذا الأمر، من تكييف شيء من صفات الله عز وجل. فإن قلت وما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ لأن المحظور الرابع هو محظور التمثيل وسيأتي الكلام عليه. فأقول إن لفظة التكييف والتمثيل كلفظة الكفر والشرك، إذا اجتمعا افترق معناهما، وإذا افترقا اجتمع معناهما. فإذا قلت التكييف فقط دخل معه التمثيل تبعا، وإذا قلت التمثيل فقط دخل معه التكييف تبعا. ولكن إن قلت تكييف وتمثيل فإن التكييف له معنى خاص والتمثيل له معنى خاص. وقد قال العلماء من أهل السنة والجماعة إن التمثيل حكاية صفة الشيء مقرونة بمشاهد، كقولي وجه محمد كوجه فهد، فهذا تكييف أو تمثيل؟ هذا تمثيل، لأنني حكيت كيفية وجه محمد مقرونة بمماثل لها. فكل كيفية حكيتها وقرنتها بمماثل تراه العين فهذا تمثيل. ولكن ما رأيكم فيما لو قلت إن هناك سيارة، انتبه، سيارة لها 300 إطار و400 مقود ولها كذا وكذا، هل هذا تمثيل أو تكييف؟ هذا تكييف، لأن عقلك لم ير هذه الصورة في العالم المشاهد. فإذا التكييف حكاية كيفية الصفة غير مقرونة بمماثل، وأما التمثيل فهو حكاية كيفية الصفة مقرونة بمماثل.
فوجه الله يحرم فيه الحكايتان، فلا يجوز أن تحكي كيفيته سواء قرنتها بمماثل كقولك وجه الله كوجه المخلوق وهو التمثيل، أو أنك بدأت تخترع كيفية لوجه الله من عند عقلك أو ما يمليه عليك شيطانك وتفكيرك. فكلا الحكايتين في حق شيء من صفات الله عز وجل محرم قطعا، بل إنه يصل بصاحبه إلى الكفر. لماذا؟ لأنه مكذب لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولقوله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تقل وجهه مثاله أو وجهه كوجهي أو عينه كعيني، هذا من باب ضرب الأمثال لله ومن باب جعل الند والنظير لله. والله عز وجل يقول ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس لله مكافئ لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته وأفعاله عز وجل. لا أدري كلامي واضح؟ فإذا كلا الحكايتين أي التكييف، كلا التكييفين سواء قرنته بمماثل أو لم تقرنه بمماثل كلاهما محرمان في حق صفات الله عز وجل. ولذلك فالقاعدة عند أهل السنة تقول من مثل الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما أخبر أو وصف به نفسه فقد كفر. فقولهم من مثل الله بخلقه كفر يدخل فيه التمثيل والتكييف، وقولهم ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر يدخل فيه التعطيل، لأن التعطيل مبناه على الجحود والإنكار والإنكار. قال الناظم من دون تحريف، وهذا هو المحذور الأول وشرحناه، ثم قال ولا تعطيل وهذا هو المحذور الثاني وشرحناه، قوله أو تكييف وهذا هو المحذور الثالث، ثم قال أو تمثيلها، وأظن شرحنا التمثيل أيضا. فإذا التكييف حكاية الصفة من غير قرن بمماثل، والتمثيل حكاية كيفية الصفة مقرونة يا هيثم بمماثل. قال أو تمثيلها بخليقة، ثم انتقل بعد ذلك إلى المحذور الخامس، قال واحذر من الإلحاد، واحذر من الإلحاد. والإلحاد في اللغة هو الميل، ولذلك سمي لحد القبر لحدا لأنه ميل عن سنن القبر، فكل من مال عما يجب السير عليه فقد ألحد. ولذلك يسمى من سار في الاعتقاد على غير الصراط المستقيم، أي مال يمينا أو شمالا عن الصراط المستقيم، يقال له ملحد. والإلحاد قد يكون هو الإلحاد المطلق أو مطلق الإلحاد. وقد قسم العلماء الإلحاد، أفن أنا عرفت الإلحاد لغة فقط، الإلحاد في اللغة هو الميل، وأما في الإصطلاح فهو الميل عما يجب اعتقاده. الإلحاد في الإصطلاح هو الميل عما يجب اعتقاده، فكل من مال عما يجب اعتقاده فقد ألحد. فإذا قيل لك من الملحد فقل هو كل من مال عن الاعتقاد الصحيح. وقد يكون إلحاده هذا من قبيل الإلحاد الأصغر وهو مطلق الإلحاد، وقد يكون إلحاده من قبيل الإلحاد الأكبر أي الإلحاد المطلق والعياذ بالله. وقد قسم العلماء الإلحاد إلى قسمين، إلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته، وإلحاد في آياته. الإلحاد ينقسم إلى قسمين، إلحاد في أسماء الله وصفاته وإلحاد في آياته. فأما الإلحاد في الأسماء والصفات فهو إنكارها، فكل من أنكر شيئا من أسماء الله وصفاته فهو ملحد. ومنها وصف المخلوق بها، فكل من وصف المخلوق بما لا يجوز وصفه به من صفات الله عز وجل فإنه يعتبر ملحدا، كالمشركين الذين أطلقوا على معبوداتهم اللات مأخوذة من الإله، والعزى مأخوذة من العزيز، والمنات مأخوذة من المنان. فكل من أطلق على شيء من المخلوقات ما لا يجوز إطلاقه إلا على الله عز وجل فهو من الملاحدة.
ومنها أن يسمي الله عز وجل أو يصفه بما لم يسمي به نفسه أو يصف به نفسه، كتسمية النصارى لله بالأب فهذا إلحاد، أو تسمية الفلاسفة لله بالعلة الفاعلة أو العقل الفعال أو الأقنوم الأعظم أو غير ذلك من التسمية. فكل من سمى الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه فهو ملحد، أو وصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه فهو ملحد. فإذا صار الإلحاد في أسماء الله وصفاته جمل: الأول إنكارها، الثاني وصف المخلوق بها أو إطلاقه على المخلوق، الثالث تسمية الله أو وصفه بما لم يسمي به نفسه أو يصف به نفسه عز وجل. والإلحاد في أسماء الله محرم بإجماع العلماء، وقد يصل في بعض صوره إلى الكفر. وإذا سمعتموني أقول وقد يصل في بعض صوره إلى الكفر، فأقصد بها الصورة التي ليس فيها شبهة ولا تأويل. متى ما سمعتموني أو سمعتم أحدا من أهل السنة يقول وقد يصل هذا الاعتقاد بصاحبه إلى الكفر، فيقصدون به إذا لم يكن ثمة شبهة ولا تأويل. والدليل على تحريم الإلحاد في الأسماء والصفات قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وإيش؟ وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي يميلون عن الاعتقاد الصحيح فيها، سيجزون ما كانوا يعملون. وأما النوع الثاني فهو الإلحاد في الآيات، الإلحاد في آيات الله. ومن المعلوم وفقكم الله أن آيات الله تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: آيات كونية كالشمس والقمر والبحار والأشجار والجبال والأفلاك وغيرها، وإلى آيات شرعية وهي القرآن. فكيف يكون التحريم، عفوا، كيف يكون الإلحاد في آيات الله الكونية؟ كيف يكون؟ بأن تعتقد أن لها خالقا مع الله. فكل من اعتقد أن ثمة لهذا الكون خالقا مع الله فقد ألحد في آيات الله الكونية. ولذلك يصح لنا أن نقول إن الثنوية من المجوس ملاحدة، لأنهم يعتقدون أن لهذا العالم خالقين: النور والظلمة. ويصح لنا أن نقول إن القدرية في باب القدر ملاحدة، لأنهم يعتقدون أن العبد هو الذي يخلق فعله. فكل من اعتقد أن لشيء من هذا الكون خالقا غير الله عز وجل فإنه ملحد في آيات الله الكونية. هذه الصورة الأولى. ومن الصور اعتقاد مدبر لها مع الله، وهنا كلية: كل من اعتقد أن لهذا الكون مدبرا أو متصرفا مع الله عز وجل فإنه ملحد، كالصوفية الذين يعتقدون أن لأوليائهم الأحياء أو الأموات شيئا من التدبير في هذا العالم، من أنهم يرزقون من يشاءون، أو أنهم ينصرون، أو أنهم يعطون العطاء، أو أنهم ينفعون أو يضرون. فكل من اعتقد في مخلوق أنه يدبر شيئا من أمر هذا العالم مع الله تدبيرا استقلاليا أو تصريفا استقلاليا فقد ألحد في آيات الله الكونية. فإذا خلاصة الكلام أن الإلحاد في آيات الله الكونية ينقسم إلى قسمين: أن تعتقد أن لهذا الكون أو لشيء منه خالقا غير الله عز وجل، أو أن تعتقد أن له مدبرا أو متصرفا على وجه الاستقلال مع الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذا نفى ملكيتهم وخلقهم. طيب بقي التدبير، قال: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، أي ليس ثمة من يعينه من هؤلاء المعبودات التي عبدها من عبدها من أهل الشرك والوثنية والكفر. وأما الإلحاد في الآيات الشرعية
في الآيات. معلش الدرس ملخبط شوي بس ما استعدينا له. وأما الإلحاد في الآيات الشرعية أي القرآن فيكون ب، جيبوا هذه اللي قلت لكم قبل شوي، فيكون ب تحريفها أو تعطيلها أو تكييفها أو تمثيلها أو التكذيب بها أو إنكارها. فكل من حرف شيئا من دلالة القرآن الصحيحة فقد ألحد، وكل من عطل شيئا من دلالة القرآن الصحيحة فقد ألحد. وأظن الكلام واضح. ودليل تحريم الإلحاد في الآيات قول الله عز وجل إن الذين يلحدون في آياتنا أي الكونية والشرعية لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فإن قلت وما حكم الإلحاد في آيات الله الكونية فأقول هو حرام بإجماع العلماء وقد يصل بصاحبه إلى الكفر. فإذا هذه المحاذير الخمسة كلها حكمها واحد، كلها حرام في ذاتها إجماعا وقد تصل بصاحبها في بعض صورها إلى الكفر. وبينت لكم قبل قليل أنكم إذا سمعتموني أو أحدا من أهل السنة يقول وقد تصل بصاحبها إلى الكفر فيعني بذلك إذا لم يكن ثمة شبهة أو تأويل.